السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. مرحبا بالمتتبعين المتتبعات جداد اللي كنتلتحقوا بالقناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا معايا، تعجبكم القناة ديالي، تستافدوا منها، وان شاء الله باذن الله اليوم غيكون فيديو زوين بزاف وكله افادة وغادي يعجبكم. وانا متأكدة ان شاء الله باذن الله ان انكم كلكم كتقلبوا على هذا الفيديو، غادي نعطيكم فيه اسرار كيفاش تبداو المشروع ديالكم ديال الحلويات، لانني ما بغيتش نبدا معكم الحلويات كي تنقولوا الا بغينا نبنيو واحد الدار راه كنديروا الساس، عاد كنديروا السوارع، عاد كنديروا الضاله، عاد كنديروا الحيوط، عاد ما يمكنش ليا نحط لكم الحلويات وما نعطيكمش كيفاش تبداو الحلويات، لانه من اكثر الاسئله اللي كتجيني سعاد انا واحلى كيفاش نبدا، انا اليوم كيفاش نبدا المشروع ديالي، كيفاش نبدا الحلويات، كيفاش نبدا من الدار، كيفاش ندير. انا اليوم ان شاء الله باذن الله غنعطيكم فيديو اللي غيكون شي حاجه واعره بزاف، ما غتلقاوش خو ان شاء الله، يعني فيديو كله استفاده كيفاش تبداو بديه صحيحه في المشروع ديالكم ديال الحلويات. والفيديوهات المقبله ان شاء الله موجده لكم وصفات رائعه ان شاء الله، شي حاجه ما دايراش، شي حاجه ديال الاسرار ديال الخدمه ان شاء الله. كيما عودتكم دائما انني كنشارك معكم من كل قلبي، شكرا على الثقه ديالكم والله العظيم، والله لا يحشم لي يا ربي، لا يجعلني شي نهار نخيب الثقه ديالكم فيا في اي حاجه حطيتها لكم، لا في الفيديو ديال جلال اللي حطيت لكم البارح، كتصيفطوا لي في الانستغرام شو سعاد انت الوحيده اللي كنثقوا فيك، اي حاجه حطيتيها لينا كنمشيو فيها عينينا مغمضين، يعني لا اي فيديو حطيت لكم الحمد لله الحمد لله. الانسان يكون صادق ويكون كيعطي من قلبه ويتلاقى مع ناس زوينين، وانتم عائلتي وانا فرحانه بكم بزاف. نتمنى ان شاء الله يا ربي يجعل المحبه دائمه لله سبحانه وتعالى. ما نطولش عليكم، نتمنى لا فيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش الا عجبكم الفيديو من لايك وبارطاج القناه باش تعاونوني ان شاء الله باذن الله، ومرحبا بكم معايا. يلا دابا نبداو، غنبدا لكم ان شاء الله باذن الله بالاساسيات اللي خصكم تبداو بها اي مشروع ديال عفوا زعما المشروع ديال الحلويات. هو الجليكوز، الجليكوز ما خصكمش تبقاو تاخذوا ديك الباكيه ديال 5 دراهم 6 دراهم 7 دراهم، اوموا خذوا ديال 5 كيلو كتقام عليكم اقتصاديه، لا هي لا ناباج، خذوا ديال 5 كيلو 5 كيلو. بالنسبه للزبده، انا بالنسبه ليا نتوما راكم عارفين اني انا كنخدم بالزبده سبيسيال، يعني انا خديت هاد الطريق هذا ديال انني نخدم داكشي في ميزون ديال الدار بالزبده سبيسيال. بالنسبه لكم نتوما الا بغيتوا تخدموا مارغرين غادي تاخذوا كرتونه، ما غتاخذوش بحبه بحبه، يعني كرتونه كتكون فيها كتكون فيها يمكن 50 حبه كتقام اقتصاديه بزاف، يعني غير الحبه وحده كتقام عليكم شي 3 دراهم وشي حاجه، بواط يعني كرتونه ديال الزبده ديال المارغرين. ولكن نتوما باغيين، انا بالنسبه لي الزبده سبيسيال ما كنتش كنخدم بهذيك، كنخدم بانكور، ولكن دابا الظروف ديال الحرب ديال اللي كاينه دابا يعني شويه بحال قلالات وما بقاتش لا كاليتي ديالها زوينه، فدابا وليت كنخدم بهذه ديال جوده اولا ديال سونترال، يعني بجوجهم بحال بحال، حيت دائما كتسولوني سعاد شنو الزبده اللي كتخدمي بها، انكور هي رقم واحد عندي انايا، الا ما كانش عاد كنلتجئ لهاد هادو اللي هنايا محليين. كيف ما قلت لكم، وبالنسبه هنايا اللوز ما غاديش تمشيو تبقاو تاخذوا كل ساعه غاديين جايين عند مول الهري، ارى لي 5 دراهم، ارى لي 10 دراهم، ارى لي 20 درهم، كونوا اكيدين الربح اللي شديتو غادي يمشي لكم في هذا الشيء ديال الديطاي. ما عمركم ما تبداو البروجي ديالكم وتشريو بالديطاي. شوف النصيحه، يعني على الاقل غادي تاخذوا اللوز ايفيلي على الاقل خذوا كيلو، حيت الا خديتو كيلو كيتقام عليكم شويه نقص على انكم كتبيعوا بالديطاي، راه منين كتمشيو تاخذوا بالديطاي كونوا اكيدين اللوز كيكون زايد في الثمن. بالنسبه للوز ايفيلي دابا حاليا راه داير تقريبا 90 درهم للكيلو الا خديتوه عند الناس اللي كيبيعوا بداك الشيء الجمله، راه وريتكم السعديه اللي كناخذ من عندها انايا، غير هي ما عندهاش الكيلو، يعني هي عندها 5 كيلو للفوق. بالنسبه للكيلو غادي تشوفوا تاخذوا من عند شهري اللي كيبيع داكشي حتى هو ديال الجمله، يعني كاينين هريات ما شاء الله اللي كيبيعوا داكشي ديال الجمله، اما لوز ايفيلي اما كوكو ايفيلي اما لوز كونكاسي ولا كوكو كونكاسي. كنصحكم القليله تاخذوا بكيلو بكيلو. وبالنسبه غادي ندوزو نقول لكم حتى بالنسبه للكوك، باقي غنوريكم ان شاء الله شنو النوعيه اللي غادي تاخذوا مزيانه، حتى هو انا هنايا خديت 2 كيلو عندي هنايا ديال الكوك، غادي ان شاء الله فيديوهات مقبله غادي نشرح لكم شنو الفرق ما بين الكوك مزيان من طبيعه الحال فيديوهات ديال الحلويات ان شاء الله. يعني حتى هو هذا خديته انايا، سمعوني مزيان، الكوك المزيان خديته ب 35 درهم للكيلو، راه داير دابا عند الناس الجمله 35 درهم للكيلو. نزيدو الجيو النكهات، النكهات دائما كتقولوا لي نقرب لكم هنا الكاميرا،
احسن ماركه اللي تاخذوا باش تخدموا بها الصابلي ديالكم في النكهات هي ميغاروم. ميغاروم ماركه زوينه اللي يقول لي فيها مجهدين وكيعطيكم داكشي اللي كتبغيو. باقي الماركات سولوا دائما مشيو تاخذوا سولوا على ميغاروم، راه بدلوا ليها لومبالاج. انا هادي راه عندي قبل ما يديروا لومبالاج جديد، انا ما كنخدمش بالنكهات بزاف، داكشي باش كتشوفوني كنبقى نخدم دوك الحكيكات ديال 5 دراهم. دوك الحكيكات ديال 5 دراهم نتوما الا باغيين تبداو البروجي ديالكم كتخدموا الصابلي بالنكهات بزاف، راه غادي تخصكم تشريو قريعات بحال هكا، على الاقل تشريو 4 ديال القراعي اللي كنحتاجوهم اساسيين، بحال سيترون، بحال قهوه ولا كراميل، بحال هذيك ديال البسكوي الناطه. كتسولوني شنو هي باقي في الفيديوهات السابقين كتسولوني شنو هو الناطه، هو النكهه ديال البسكوي، وبحال دابا الفريز او الفرومبواز او البيستاش يعني او الليمون. هادو هما الاربعه اللي غتركزوا عليهم في النكهات. كما قلت لكم ما تاخذوش بخمسة دراهم، خذوا الماركه ديال ميكاروم. يعني كنتمنى ان شاء الله باذن الله تكونوا فهمتوني، يعني في هذا ملي غتبداو بروجي ديال المشروع ديال الحلويات ديالكم راه على الاقل خصها تكون تحت منكم واحد 1500 درهم حتى 2000 درهم. يعني نتوما ملي غتبغيو تبداو المشروع ديالكم راه ماشي كي غادي تبداو غادي من الاول صافي تنوضوا اليوم قررت نبدا مشروع الحلويات، لا خاص يكون عندي فلوس ولا ما نبدا، لا خصك تبداي دايره في دماغك تبداي تجمعي ليه بشويه بشويه. يعني انت جايه وانت كتوجدي لهذاك البروجي، مثلا كل سيمانه كتنقصي واحد 100 درهم 200 درهم كل شهر، صادي بوانا ما عارفاش كل واحد القدره الشرائيه ديالو. مهم انت راكي عارفه، مهم اهل مكه ادرى بشعابها. حنا عارفين تبارك الله ما شاء الله المغربيات حادقات ويعني وذكيات، والا بغاو يقتصدوا راه كيقتصدوا، ولا بغاو يديروه يديروا شي حاجه في راسهم وداروها راه كيوصلوا ليها ان شاء الله باذن الله. المهم دابا غادي ندوزوا ان شاء الله باش نتكلموا على لا كونفيتير. بالنسبه لا كونفيتير هذا هو النوع اللي كنخدم به انا ذكيه. شوفوا شوفوا انا اختكم قالبه، حليتها من الفوق وخليتها مقلوبه باش نوريكم السميه. مهم السميه ديال ذكيه دايره 45 درهم باش خديت انا 5 كيلو. ما تنوضوش تاخذوا دوك القريعات ديال الكيلو دايرين 13 درهم ما فيهمش حتى كيلو، راه فيهم غير 900 غرام، كتضيعوا فيهم بزاف. هذه ب 45 درهم ما شاء الله كتحلوها وتخدموا بها وتخليوها في الثلاجه وتقدروا تحتضوا بها حتى في المجمد، كتبقى مخيره. ونسيت لكم اللوز ايفيلي، الكاوكاو ايفيلي، الكاوكاو كونكاسي، كل شيء احتفظوا به اما في الثلاجه اما في المجمد باش ما يدود لكم ما حتى شي حاجه. يعني كنتمنى تاخذوا نصائح ديالي لها مهمه بعين الاعتبار. ايوا نجي لسيدي مولاي الزيت اللي دار الكرون. المهم انا حاليا كنخدم بهذا راويه، راويه خديت هذه من بيم 8 يترو 130 درهم، 5 يترو دايره 85 درهم. اللهم نخدم براويه، لاكاليتي ديالها زوينه، ولا مشي داك الزيت ديال ليو ولا دوك الزيوتات راه هما تاهو ولاو 85 درهم يعني، ولا وفيهم ريحه، ريحه ما زويناش. اللهم راويه بعدا لو ميم بخي، نفس الثمن، علاش ما ناخذوش راويه؟ انا نتوما راكي عارفين راه ما اشهار ما حتى شي حاجه. تيقول لي شي وحدي لا ما تخصكيش ديري اشهار ديال هاد المواد وهادشي، ولكن لا ما نخزنش عليكم داكشي اللي كنخدم به انايا. بالنسبه للشباكيه وداكشي والبريوات هادو كنت كنقليهم بالزيت يعني شويه طالعه في الثمن بلا ما نذكر الاسماء، ولكن بالنسبه للحلويات وهادشي يعني ما كنحتاجش الزيت بزاف، ولكن دابا الا احتاجيت الزيت كناخذ هادي ديال راويه. كما قلت لكم خذوها زوينه، خذوا بيدو هكا ديال 8 يترو ولا ديال 16 يترو، 8 في 8 130 درهم، غتقام عليكم اقتصاديه وتبقى عندكم، ما تبقاوش غادي جايين عند مول الحانوت ولا تقداو تقديه صحيحه ديال بصح وجمعوا وطويو. وبالنسبه هنايا غادي نجيو الفاني. الفاني انا كنت صراحه كناخذ واحد الفاني زوينه بزاف، بواطه ديال اينوكس حاليا تقطعات ما عرفتش علاش، ولكن راه فاني رائعه. المهم وليت كنخدم بهادي، هادي راه فيها خذوا نتوما البوطه الكيلو، انا كانت عندي الكيلو تسالات ليا خديت غير هادي باش نقضي، هادي دايره 20 درهم. وبالنسبه للخميره كيف ما تنقول لكم راه ماشي انا ماشي بالضروره كنخدم بهادي ايديال، كنخدم باي نوع ديال الخميره راه مخير مزيان. الخميره خذوا هادي الباكيه اللي فيها 100 ساشي، ما تاخذوش هادي، هادي خذوا هادي بالضبط راه حتى هي موجوده، ما تاخذوش الغبره اللي كتبقى تبيع للعبار لحقاش كتبرد، وفي الوقت ما كتعطيكمش داك ليفي، كديروا بها غريبه البهله ما كتجيش مشقه، كديروا بها المعلكات ما كتجيوش مشقين، كديروا بها البغرير ما كيجي، لا كتبرد الخميره. خذوا هذه ديال الساشي باش نتوما كتخدموا بها وتتكونوا مرتاحين. وهي والفانيلا الا بغيتو حتى الفانيلا بحال هادي راه كاينه. وها نتوما جبت لكم هاد البوطه ديال الجليكوز الا ما قدر، مثلا كاينين بنات بغاو يبداو ولكن ما عندهمش واحد، عندهم مثلا غير 1000 درهم وما بغاوش يشريو الجليكوز ديال 5 درهم، يشريو الجليكوز ديال كيلو، كاين الجليكوز ديال كيلو والناباج ديال كيلو يعاونكم واحد شويه.
ودابا هنايا غادي ندوزو لي باركيت. لي باركيت ضروري يا البنات، ملي تبغيو تبداو المشروع ديالكم خاصكم لي باركيت ولا لي كارطون، ولا شوفوا نتوما اشنو بغيتو. هادو لي باركيت ديال الكيلو ونص، هادو ديال الكيلو، انا كيهزو ليا تقريبا كيلو شي حاجه، هادو الكبارين، حيت دائما بغيت نشارك معكم هادشي، حيت كتسولوني سعاد على لي باركيت. لي باركيت انا كناخذو من عند السعديه، دابا راه تزادوا في الثمن شويه، كلشي تزاد في الثمن. هادو لي باركيت كاينين ديال الرابعه، كاينين ديال الكيلو، كاينين ديال نص كيلو. انا هادشي اللي بقى ليا لانني كناخد حتى الكرتون، حتى هو غادي نوريه لكم، حيت كتسولوني بالنسبه لهادي باكي ديال الكيلو ونص، وعلى ما اظن خصني غير نجبد لا فاكتور. هادي ديال الكيلو ونص يمكن راها فايته 100 درهم، 100 درهم، 50 حبه، 50 حبه ب100 درهم. شوفوا فين، عرفتي فشحال كنا كناخدو؟ مرا كنا كناخدو 100 حبه بما عرفتش شحال، الثمن كان قليل صراحه. دابا كلشي تزاد. وهادو لي باركيت ديال الرابعه، الا بغيتو ديرو دي شونتيون بحال هكا وتذوقوا الناس. وبالنسبه هنايا غادي نجيب لكم، انا كنخدم بهاد لي كارطون هادو دابا حاليا، بالنسبه ليا انا كنخدم بهاد الكارطون هذا ديال بريستيجي. بالنسبه ليا انا هذا راه طالع في الثمن، ولكن انا ولفت الكليان ديالي كنعطيهم امبالاج شي حاجه مزيانه. نتوما خذوا غير الكرطون الابيض العادي جدا. يعني ما تاخذوش بالحبه بالحبه، لا خذوا باكي فيها 50 وحده، 50 وحده، خذوا ديال الكيلو، ديال نص كيلو، وديال كيلو، صافي. وهنايا غادي ندوزو باش نوريكم الشكلاط، وغنقول لكم الشكلاط كذلك شنو النوعيه اللي تخدموا بها. قبل ما نبداو النوعيه، انا هذا كان يعني ركزوا ليا، انا هذا كتسولوني عليه، هذا كنخدم به انايا، هذا بيستوبيل، هذا شوكولا بروفيسيونيل، انا كنشريه ب 80 درهم الكيلو، هو تيدير 80 درهم الكيلو. هذا النوار، وهذاك اللي من موراه لو بلون، كما قلت لكم انا حيت كنخدم منتوجات يعني الكليان ديالي مولفين هادشي اللي كنخدم به انايا. نتوما بالنسبه لكم غادي تخدموا بالشكلاط العادي، بعدوا ليا الله يجازيكم بخير، الا بغيتوا تسمعوا الهضره بعدوا غا من كالا. كالا اكفس نوع ديال الشكلاط، انا ما فهمتش علاش الناس كيديروا كالا بزاف، من اكفس انواع الشكلاط هو كالا. خذوا إكبير، خذوا مكا، وجميع كاينين انواع زوينه ديال الشوكولا، ولكن خذوا باكي، بالباكي ديال 2 كيلو الفوق، ما تاخذوش ديال الكيلو، ديال الكيلو كيتقام غالي على ديال 2 كيلو، خذوا من 2 كيلو. بحال دابا انا هذا راه واخده 2 كيلو. طريقه الاحتفاظ به، دائما الحاجه هادشي ديال الحلويات ديالكم تحتفظوا به في الثلاجه، لا الكونفيتير ولا اللوز إفيلي ولا الكوك ولا المجمد، الا كان عندكم فريغو كبير شويه ديروهم في المجمد. المهم خذوا اما ديال 2 كيلو الفوق، ما تاخذوش قل، او لا خذوا كرتونه. بالنسبه للكرتونه ما ننصحكمش بكرتونه الا كنتو يلا بادين، خذوا بجوج كيلو. وهادو الدونطي اللي كتحتاجو في لي بلاطو ديالكم، كتاخذوا باكي ب 30 درهم ما شاء الله، فيها 100 حبه، الا مشيتو تختاروا تشريو الديطي غتقام عليكم درهم الحبه. اذا هي باكيه دايره 30 درهم والحبه كتباع 100 درهم، الا جينا نحسبوا تبارك الله ما شاء الله، هذاك الانسان اللي قصتها او اللي دارها بالتقسيط، راه تبارك الله خرج فيها الدوبل ديال داكشي باش شراها، واش فهمتوا؟ يعني تقامت ب 100 درهم. ولهذا خذوا باكي ديال لا ديال الحلوي الخميره، لا ديال لي بلاطو، كلشي دائما خذوا بالباكي. وبالنسبه شنو اللي كنت باغا نوريكم هنايا، بالنسبه لبابي كويسون هذا، ديروا ليه سكرين شوت واستافدوا به. صاقه خديته من بيم، انا النهار اللي كنلقى في بيم كنطيرو، داير 80 50 متر، داير ب 55 درهم، كان صراحه رخيص شحال هادي، ودابا راه تزاد في الثمن، يعني كيتقام اقتصادي وزوين بزاف. كان شحال هادي داير غير 35 درهم، ودابا شويه يعني كنتقطع واحد الفتره، ودابا بيم كيجيبو غير مره مره ماشي دائما، يعني خذوه غادي ينفعكم بزاف لحقاش، اقتصادي ودير 55 درهم، وفيه تبارك الله كيدوز ليكم، يعني كيدوز ليكم مده طويله. كمل الفيديو ديالي، كنتمنى يا ربي تكونوا ان شاء الله استفدتوا معايا، شاركت معكم كل شيء من اعماق الاعماق ديال القلب ديالي، لانني بغيتكم كاملين تبداو بدايه صحيحه، وهكا ان شاء الله باذن الله ملي تديروا تبداو ما تخلعوش، ما تلفوش، ما تضيعوش فلوس ديالكم، فهمتوا؟ يعني هادشي اللي بغيت انايا. كتسولوني سعاد كيفاش نجيبوا الكليان، سمعوني الكليان، ما يمكنش شي واحد غيبدا واحد البروجي من اول نهار ويجيب الكليان، لا، اول وحدين كتبدي بهم ولا ما كنتيش دايره البروجي ديالك، اول لا فامي، العائله، الجيران، الاصدقاء، اصدقاء راجلك في الخدمه، اصدقاء بنتك في المدرسه، اصدقاء الجيران ديالك، كتصايبي في الاول دي شونتيون، كتخسري شويه الفلوس بطبيعه الحال، اي واحد كيدير شي بروجي كيما كان صغير ولا كبير غادي يخسر فلوس، ويكذب عليكم الكذاب، يعني غير كل واحد صديقو شحال القيمه الماليه اللي غادي يبدا بها المشروع، كل ما خسرتي عليه الفلوس وعرفتي ليه غادي يعطيك ان شاء الله. كيف ما قلت لكم كتفرقي على لا فامي،
كتقول لهم العائله، صحاباتك، خوتك، صحابات خوتك، الاصدقاء ديال الوليدات ديالك، كتقول لهم انا ان شاء الله باذن الله قررت انني نبدا نخدم لكم من الدار، انا غنعطيكم دي شونتيون الا عجبتكم الخدمه ديالي، ها باش كنبيع، ها الثمن باش كنبيع، ولكن قبل ما ديري الشونتيون خاصك تكوني دربتي في الدار، ضروري ومؤكد دربي في الدار باش ما تعطيش للكليان شي حاجه اللي انت كتعلمي فيها، حيت الكليان ما شاء الله الشوا كاين، كاين موجود الناس اللي كيصايبوا هذا الشيء، ولكن فين بقات؟ فين بقات في الاتقان، بقات في الدقه، بقات في الثقه، بقات في المكونات اللي كنخدم فيها، هذا هو الفرق اللي غيميزك انت على الاخرين. يعني خذي واحد الهدف ورسمي وتوكلي على الله والصبر، والصبر ثم الصبر، ما يمكنش غتبدي نهار الاول وغيكون عندك الكليان، مستحيل، إلا بشويه بشويه ان شاء الله باذن الله غتبدي نهار الاول غيكون عندك كليان، نهار الثاني جوج ديال الكليان، نهار ثلاثه غيكون عندك، غيجي واحد النهار غيكون عندك حتى واحد، وهي غاده كما تنقولوا السيمانه غيكون عندك السيمانه، لا هذه هي البدايه، دائما كتلقاي تعثرات ولكن الصبر وتكون بدايه صحيحه ان شاء الله باذن الله. وبشويه بشويه راه غيجيو عندكم الكليان، اللي الاول اللي مهم هو تعرفوا وسط العائله وتعرفوا بلا كاليتي، شي حاجه كتميزك، شنو اللي كيميزك على الاخرين، شنو اللي غيخلي الناس يتجذبوا عندك ويجيو نتيا ياخذوا من عندك داك الشيء. وفي الاول ما فيها باس، ما فيها باس تبداي بدي بخير شويه هابطين، علاش؟ ماشي باش طيحي السوق على الناس، لا، غير باش تشجعي الناس ياخذوا من عندك، يعني انت غتقول لهم، تقول لهم دابا انا مثلا رانا كنبدا معكم دي بخي لي شويه هابطين باش ان شاء الله باذن الله تعجبكم الحاجه، ولكن من بعد ان شاء الله باذن الله يعني راه قضيه راه ما غاديش تسلكني، راه ما تسلكنيش، راه هذه راه هذه، وبشويه بشويه يعني كتعرفي مزيان وكديري بلاصتك وكتجيبي ناس عاوتاني اللي تقدر تدخلي معاك وحده اللي تعاونك، وهذه ديك الساعه تقدري تزيدي شويه في الثمن، ولكن من بعد ما تعرفي بلا كاليتي، يعني خاصك الصبر، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. راه شوفوا اول حاجه بعدا غير هذاك المتعه ديال ان فيه ما جالساش في الدار، ما كديري يعني جالساش في الدار كتسالي الاشغال ديالك وجالسه وما كديري حتى شي حاجه، وكتنوضي عندك واحد الحاجه في راسك خاصك ديريها، هذيك راه في نفس الوقت راه متعه، راه تتعمري بها الوقت ديالك، واخا تربحي واخا ما تربحيش في الاول ما غيكونش عندك شي ارباح كثيره، ولكن من بعد ان شاء الله بالصبر وبالمثابره والناس تتعرفي الناس، اي واحد تلقاي معاه لاباس بخير كدير مزيان وهادي، ولا خصك شي حاجه راه كصايب حلوه ودوز عندي نعطيك الشونتيون، يعني بحال هكا بشويه، ضروري ضروري في الاول خاصك ديري هكا، فهمتي؟ يعني تحاولي تعرفي براسك، دير واحد لاكارت فيزيت ما فيها باس، دير كونت انستغرام ما فيها باس، المهم عطيتكم بعض الحوايج ان شاء الله باذن الله، العشاء كيودن اللي غادي تعاونكم ان شاء الله باش انكم تبداو البروجي ديالكم وتجيبوا الكليان، وباقي ان شاء الله عده نصائح فيديوهات اخرى. يلا السلام عليكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وبارطاج القناه، مرحبا لا دابا بسلام عليكم، يلا تبقاو على خير.